خلينا نذهب إلى الحديث عن اتفاق صندوق النقد. معي دكتور فخري الفي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. دكتور فخري مساء الخير. يعني أولا، صندوق النقد خفض توقعاته للاقتصاد المصري، لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي، فخفضها إلى 3% مقابل 3.6% كان أعلنها في أكتوبر الماضي، وخفض كمان نتائج الربع الأول من العام المالي الجاري، وقال إنه الربع الأول من العام اللي هو بيبتدي من يوليو 2023 يعني بدل ما كان 4.4 وبقى 2.6، ودي أرقام وزارة التخطيط. ثم الحديث عن اتفاق متوقع مع صندوق النقد على 7 مليار دولار أو 8 مليار دولار، هل حضرتك لديك معلومات عن هذا الاتفاق؟ وطبعا مساء الخير أولا. مساء النور يا دكتور. على سيادتك وعلى السادة المشاهدين، بداية يعني نقدر نلخص يعني عودة يعني واستئناف استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من قبل صندوق النقد الدولي ب3 مليار. حاليا البعثة موجودة وإنها بتستكمل أو بتتمم المراجعتين المؤجلتين الأولى والثانية، وطبعا عشان يتم يعني اتمامها. وبالتالي الحاجة الثانية تتعلق بزيادة التمويل المقدم لمصر من قبل صندوق النقد الدولي من 3 مليار إلى أكثر من 3 مليار. في طبعا هناك يعني تقديرات أنها قد تكون 6 مليارات أو 8 مليارات أو 10 مليارات دولار، نظرا للتداعيات السلبية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري وتدفقات النقد الأجنبي اللي تأثرت بيها مصر. الحاجة طبعا ده قد يتطلب زيادة في مدة البرنامج من 46 شهر أو ما يقرب من 4 سنوات إلى أكثر من ذلك، قد يصل إلى 6 سنوات. ست سنوات ده رقم جديد، لان انا كنت متوقع ان هو هيعملوا هو اصلا هذا البرنامج الاصلي اللي هو 3 مليار كان على اعتقد 46 شهر. 46 شهر او ما يقصد من اربع سنوات. فلو كان حدث المد هيكون على تتوقع فتره اطول، بما انه في زياده في التمويل قد يتطلب ذلك. يعني انه متابعة الصندوق معانا في الإجراءات الإصلاحات المالية بالإضافة للإصلاحات الهيكلية، طالما في زيادة في التمويل قد يتطلب ذلك زيادة في المدة. الكلام بيدور حوالين يعني إلى 6 سنوات. إذا كان الأمر كذلك يبقى في هذه الحالة، طيب الصندوق مقابل هذا طبعا الموضوع اللي هو معلق وهو مرونة سعر الصرف الجنيه المصري. نعم. وعليه في هذه الحالة الزيادة في التمويل هتبقى أمر مهم جدا بالنسبة لمرونة سعر الصرف. لكي يتم تحقيق مرونة سعر الصرف في أمرين ومتطلبين مهمين جدا للغاية. الأمر الأول إنه معدل التضخم والغلاء اللي هو مرتفع يعني يستمر في الانخفاض للشهر الرابع اللي هو نسميه معدل التضخم الأساسي اللي البنك المركزي بيستهدفه. فهو معدل التضخم في شهر ديسمبر الشهر اللي فات بلغ نزل من 40% إلى 34%. نعم. في 4 أشهر. فإحنا منتظرين خلال الفترة ال6 أشهر القادمة إنه يستمر في الانخفاض بحيث ان هو يعني يتجه نحو المستهدف. المستهدف زي ما سيادتك عارفه انه بنهايه هذا العام 24 مستهدف البنك المركزي انه معدل التضخم يكون ما بين 7% زائد او ناقص 2%. نعم. يعني من 5 إلى 9%. وعليه في هذه الحاله المفروض انه لو انخفض من ال 34% الشهر الماضي اللي هو ديسمبر، في خلال ال6 أشهر القادمة نتمنى
أو المستهدف أنه ينزل من هذا المستوى 34% كمعدل تضخم أساسي إلى يعني العشرينات، يعني نقول 20%. يبقى في غلاء، أيوة في غلاء، بس أخف وطأة على المواطن البسيط، ويستمر في السنوات السنة 25 و26 إلى أن يصل إلى المستهدف في 26. اللي الجديد بالنسبة للبنك المركزي هيبقى 5% زائد أو ناقص 2%. ده مهم جدا، اللي هو قبل تحريك سعر الصرف إنه يبقى فيه ضمانات بأنه معدلات التضخم تستمر في الانخفاض بضمانات أو ضوابط معينة، منها اللي هو السبع سلع اللي هو مجلس الوزراء أو القرار بتاع رئيس الوزراء بخفض يعني الجمارك أو إعفاء الجمارك على 7 سلع معروفة بتمس حياة البسطاء من المصريين، ويستمر هذا لفترة بحيث أنه هو يضمن أنه معدل التضخم أو الجزء من سلة السلع اللي هي تمس حياة المواطنين، 7 سلع دول تبقى تحت هيمنة وسيطرة الجهات الرقابية. طيب حاجة تانية، تشدد البنك المركزي هيستمر في سياسة التشدد إلى برضو عشان يضمن انخفاض معدل التضخم. طيب دكتور، بس ده مهم جدا. ثم بعد ذلك أو بالتوازي يبدأ تحريك سعر الصرف، بس الشرط التاني عشان تحركي سعر الصرف بما لا يؤدي إلى تضخم فوق التضخم، يبقى في عشان حياة البسطاء من المصريين، يبقى لابد من وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي الدولار، بحيث ان هو يقدر يلبي احتياجات الحقيقية على الطلب على الدولار اللي هو للمستوردين، واحتياجات اخرى مثلا للسفر وخلافه. تمام، يعني الحصيلة تمام، بعتذر انا للمقاطعة، ولكن طبعا الحصيلة اتفق مع حضرتك تماما، ولكن اذا يعني التضخم، معظم التضخم يأتي من الداخل، يأتي من سعر الصرف ومن وجود سوق موازية ومن قصة موضوع الدولار، وبالتالي يعني هي البيضة ولا الفرخة، هستنى التضخم ينزل، يعني هقعد بقى 6 أشهر انزل في التضخم ونبقي السوق بهذا الاضطراب بوجود سعرين في هذا الوضع، ايهما يسبق الاخر؟ بالتوازي، انا قلت لسيادتك بالتوازي، يعني بمعنى اخر الضمانات موجودة اللي هو 7 سلع من اول يناير وتستمر، اللي هو فيما يتعلق بغذاء المصريين مس حياة المصريين 7 سلع، بالإضافة تشدد البنك المركزي في الاجتماع القادم، يعني الاجتماع الجاي بعد بكرة يوم الخميس. أيوة تتوقع مزيد من التشديد في هذه الحالة؟ ما هو يتوقف عليه في التوازي يا فندم. طيب. لابد أن شهر يناير يبقى عنده حصيلة، أو فبراير على الأكثر عنده حصيلة كافية علشان يقدر يكسر حدة المضاربات اللي هي بتشكل تقريبا الطلب على الدولار في مصر ما بين 30% ل 40% مضاربات ان لم يكن. طيب. اكثر. خليني اسال اسئله قصيره كده وواضحه، اذا تتوقع انه المركزي يوم الخميس يرفع الفايده؟ ان لم توجد هذه الحصيله في تصوري يا فندم، ان لم توجد هذه الحصيله الكافيه لتلبيه احتياجات المستوردين ودواعي اخرى للسفر وخلافه، بحيث ان لا يلجا المستورد الى اللجوء الى المصدرين للحصول على المصدرين او للسياحه حصول على الحصيله الدولاريه منهم، وده يعتبر سوق موازيه، بس ايه، ما هيش في الشوارع الخلفيه، سوق موازيه بين قوسين سوق سودة في هذه الحاله، ويتم الصفقات بتتم على السعر الموازي اللي سيادتك بنتكلم عنه اللي هو تعدى حاجز الستين وعلوم مجرة. طيب. هل تتوقع تخفيض قريب؟ يعني الناس كلها بتسأل، يعني يوم الخميس إن المركزي هيعمل ما كانش عنده الحصيلة، بدون حصيلة لا يمكن، هيرجي كل حاجة، هيرجي زيادة سعر الفايدة، ما هو لما هيحرك سعر الدولار الاتنين بيمشوا في آن واحد في نفس الجلسة، زي ما انت سيادتك عارفه زي سنه 16 وسنوات اخرى سابقه في التسعينات، لما البنك المركزي بيحرك سعر الصرف يبقى لازم ياخد قرار عشان يمتص السيوله الناتجه عن زياده سعر الصرف. مع اتساع الفجوه بين بقى السوق الرسمي والسوق الموازي، هيستهدف كام؟ يستهدف 40 45 50 كام يا سيادتك؟
يعني النهارده لو هو عنده الحصيله الكافيه اللي يفتح بيها الاعتمادات للمستوردين وطلبات اخرى حقيقيه زي السفر وخلافه، يبقى في هذه الحاله في منهجين. المنهج الاول ان هو يبدا بالسعر الموازي وينزل بيه، او ان هو يطلع بالسعر الرسمي اللي هو ال 31 جنيه الى مثلا الاربعينات في هذه الحاله. هو كل منهج ليه مؤيدينه، ويعني مثلا لو هو هيبدا بالسوق الموازيه اللي هي عدت حاجز ال 60 واقترب عدت حاجز ال 70 يا دكتور فخري للاسف. 70 يا فندم، بس انا معاك، انا اسفه اقول لك يعني. وهو هنا في الحاله زي كده هنا انا تصور انا مع ان هو يبدا بالموازي في هذه الحاله عشان يكسر حده المضاربين، بمعنى اخر المضاربه او المضاربين اللي الطلب بتاعهم بشكل 30 ل 40% من الطلب على الدولار، ويعني عاوزين يصعدوا به الى ما يزيد عن السبعينات والى يعني اسعار اخرى فلكيه. فاذا في هذه الحاله اذا وفر الدولارات على سعر الموازي للمستوردين اللي هو الطلب الحقيقي، مش هيلجأوا للسوق الموازية في هذه الحالة اللي هم المصدرين. طيب. وشركات السياحة ياخدوا منها الحصيلة الدولارية. حضرتك بتنحاز لأي فكرة؟ لا يا فندم، أنا منحاز للي هو اللي هو يبقى نبدأ بسعر السوق السعر العالي اللي هو يبتدي من 70 وينزل، علشان يقدر يخلي المضارب في هذه الحالة إن لم يعني يسرع بانه يحول في البنك على السعر العالي اللي هو الموازي في هذه الحاله، ثم يقوم بربط مواديعه. طيب. اللي هي ب 27% بيستفاد بحاجتين، اولا حوله رسمي في البنك على يعني التالي يعني خلال التدفقات اللي هي خارج الجهاز المصرفي، المليارات اللي خارج الجهاز المصرفي عند المضاربين في هذه الحاله يبدا يعني يستبق. طبعا بيحصل له حاله من الايه؟ البانيك لما يلاقي ان السعر. طيب. يبدا ينخفض. طيب. تدريجيا يبدا في هذه الحاله يحول ما لديه تدريجيا في البنوك على السعر اللي هو الموازي. طيب. ثم يقوم بربط الوديعه اللي هي ب 27%. طيب سؤالي في هذه الحاله. سؤالي يا دكتور فخري، بتتكلم على حصيله دولاريه، في رايك كم الحصيله الدولاريه الملائمه؟ أنا قلت يعني 15 مليار، حضرتك بتقول كام يعني؟ أنا بقول يا فندم بنقول دايما لأنك احنا يتوقف على انت هتبدأي بالسعر الموازي وتنزلي بيه، ولا هتبدأي بالسعر السوق ترفعيه من السعر الرسمي الى الاربعينات في هذه الحالة. اذا يعني يختلف او يتوقف على، انا في تصوري لو بدأنا بالسعر اللي هو السوق الموازي تصوري يتراوح ما بين 5 مليار الى 10 مليار ان لم يزد. 10 مليار ان لم يزد طبعا يا حبذا. طيب. لو 15 يبقى جميل، بس من برضو اين تاتي بال 15 مليار؟ طيب عشان يعني دي مساله برضو ما هيش سهله. هرجع اسال حضرتك معلش عشان الوقت. طيب. تتوقع ذلك قريبا؟ تتوقع ان يحرز او ان يستطيع ان يجمع هذه الحصيله الدولاريه قريبا؟ شوف يا فندم معلوماتك يعني ده. حضرتك رئيس لجنه الخطه والموازنه بقى. والله يا فندم دي يعني دي حاجه ودي حاجه، فبنقول في سيادتك انه لابد انه ياخد قرار لو هو من حيث الماده على مستوى الخبراء اللي عندنا هنا اللي موجودين في مصر خدوا يعني موافقه مبدئيه بيعرضوها على مجلس اداره الصندوق حتى في اسرع، بيتحط في الرول على طول بحيث ان هو ممكن في فبراير يتم موافقه على زياده التمويل لمصر من 3 الى قد يكون 6، ما حددوش لسه لحد دلوقتي 6 او 8 او 10، كلما كان يعني اكثر في هذه الحاله حتى مستوى العشره في هذه الحاله ده بيكون مريح، وبالتالي تقدري تاخدي القرار في شهر فبراير بجلسه استثنائيه، مش لازم نستنى. نعم. كل. طيب. طبعا السياسه النقديه اللجنه بتجتمع كل 3 اسابيع، فممكن يعمل بلاش الخميس اللي جاي، ممكن يعمله في جلسه استثنائيه فيما بعد. شكرا دكتور فخري الفقي رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب.